صوتك عفار وانتي شكلك كبير، انتي محدش يحبك خالص، وبيقعدوا يتريقوا على صوتي خالص كده وخلوني بزعلانة، بس انا مش بيدي يعني، حتى حبيبي سابني وراح اتجوز واحدة مطلعة، يعني اعمل ايه؟ ليه سابك وراح لرا؟ مش عارفة والله، بس مش عارفة هو لوحده يعني اعمل ايه؟ مش عارفة صدقني. انا حزين. انا ليه؟ عشان هو سابني قلت له وراح اتجوز واحدة رقص. ليه سابك وراح لرا؟ عشان هو قال لي عذاب وحش. مين معايا؟ محسن. على فكرة شرير قوي هو كمان. ايوه هي ايه يعني تعمل له ايه زيادة؟ مش عارفة ترقص، بس انا عشان معايا محسن مش عارف ارقص له، اعمل له كده. الو انت فين يعني؟ على فكرة كمان بيقولك انت فين؟ هو ماله؟ بتاع ايه؟ بيتحكم فيك ليه؟ مش عارفه، استني اقول له. ما ترديش عليه، قول له انت مالك. انت مال امك يا شاطره يا بت شاطره، قولي له انت مالك. يعني ايه مال امك يا بت؟ تعجبك من شعرك؟ الله يقول لك من شعرك. لو تجيب منين من شعره يا ده؟ انا اجيبك من بيتك. ده انا اجيبك من بيتك كده شعلك مش شورت كلوت بتاعك. الله يقول لي اتكلم عادي. ما ادري ها بتكلم عادي غصب عنك. اتكلم عادي غصب عنك، قول له كمان. قول له راجل انزل لي. لو راجل انزل لي يا ده انا عندي جامعتين. ان شاء الله. جامعتين شمس يعني. لا اجيب لك صحاب. نديك واحدة مربوحة؟ محبوبة. سبحان الله سبحان الله. ناخد واحدة. لا لا ايه تاني؟ انا مين؟ ده ايه ده؟ مش انا. ليكرا 40% ليكرا. اه كبير 40% ليكرا بس. ايه الفراشه دي؟ صح شايفك ده يا كبير. ايوه ايه رايك في التجمه بتاع النهارده؟ بس برضه تجمك مش قدك دي، انا عارفه النفس. واضح يا جماعه الغيره بين الزملاء. واضح. على فكره شريره، مش انا قلت لك يا شريره؟ هو اي حد واقف هنا شرير؟ لا لا بس هي جميله. ايه جميله؟ بص جميله ازاي كده ورقيقه وكيوت كده. خلقتي كده. احنا البنات بنضعف صدق. احنا بص قلبنا طيب، ما بنعرفش نزعل على طول كده. كدب ده. كلمنا بنكلم. ده بص الكدب ده كدب رسمي والله كدب. على فكره البنات خايفه. انا انت خايفه ولا ايه؟ خايفه؟ طب تعالي وليد تعالي. صوت صح؟ انت شايفه كده؟ اه طبعا. فانت جايه تقولي انا ست مرتاحه وانت ست تعبانه شقيانه. هو انت شايفه غير كده يا استاذه؟ اسكتي انت. يعني ايه اسكتي انت؟ لا انتوا عندكم شغالين. استني ياما، يعني ايه اسكتي انت؟ اهو قلت اسكتي انت وخلاص بقى. يلا يا استاذه ارتيل. لا مش فاهمه يعني ايه اسكتي انت، واحنا مثلا جربانين عشان فاهمين كده. بتوقفي ليه؟ بتخوفيني يعني ولا ايه؟ لا ولا اخوفك ولا ما اخوفكيش، بس انا اصلا مجنونه. طب والله مجنونه على نفسك. لا مش على نفسي. طب اقعدي. مش قاعده. لا اقعدي. مش قاعده. يعني ايه مش قاعده؟ يعني مش قاعده. امور السواكه دي ما بتاكلش معانا. اقعدي. على فكره البنت البرد الشريره بتصور. على فكره يا بنت انا لو جبت كعورك. انا بتكلم. امينه بتكلمك. انتي مش سامعاها ولا ايه؟ طب اهدى بس. اه يا عم في ايه؟ ما تعصبنيش. طب ممكن اقول لها حاجه بالكوري؟ يا ضنعة يا يعني يا سيو نيت شيرمان شاضامني دا كان صامني دا يعني يا يعني بقول لها مرحبا انا اسمي شاهد. كل ده لا احنا مالناش في الكورس. اتفرج على انتي مدبلج. كلمي سيدهار خالتي. ده مش مدبلج. لا ده مدبلج. هي بتتكلم مع خالتها. اه قالت تقول ايه؟ خالتي اليوم راح تجينا عنا وانا راح فرجيها شو راح ساوي فيها هي وبنتها. اوعي والنبي اضربها على بقها الولايه دي. اه وصلوا موشن بقى. هو ايه اللي قاطع؟ يعني تحكيني هندي وكذا وتكون مدبلج، بس انا مش فاهمه. هي عم تتكلم خليجي. تكلميها خليجي بقى. هديل وحفصه انا ابي ابعث لكم سلام الى المغرب. عندي صديقتين من المغرب هديل وحفصه، بس هم يعني احنا بندرس كوري مع بعض. انا احب مش الي دعوه بهيدي الحاجات. اجنبي صعيدي. احنا ساعات نقول كلام ما يكون نقاد. ايه ده؟ انت ده مش خليجي، انت ده شمال افريقيا. اقف معايا انا اغني. يا حياه الروح قلبي مدى النوم ولا يوم ولا هرتاح.
راح تنسى وتهواني وتلقاني كل جراح، يا مسهرني ليالي وانت على بالي. لا استني بقى، لا شطوره ايوه. قادر تفرقنا على الايام، كان حب جمعنا على الايام.